تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ترافقها الدكتورة سناء هارون المدير التنفيذي لمركز تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة الفيوم. تفقدوا أعمال الدورة التدريبية الخاصة بطلاب وخريجي كليات التربية النوعية من الصم وضعاف السمع لتنمية مهاراتهم في التعامل مع برامج الحاسب الآلي لتأهيلهم لسوق العمل. تحرص جامعة الفيوم على الاهتمام بأبنائها من الطلاب والخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان إنشاء مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة والذي يهدف إلى الارتقاء وتطوير المهارات التعليمية والتدريبية والتوظيفية. وفي هذا الإطار نظم المركز دورة تدريبية لطلاب وخريجي كلية التربية النوعية من الصم وضعاف السمع لتنمية مهاراتهم في التعامل مع برامج الحاسب الآلي بهدف تأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بوظائف أكثر تميزا وتنوعا. وقد تفقد الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس الجامعة ودكتورة سناء هارون مدير المركز أعمال الدورة التدريبية. نحن بيتعلموا الكمبيوتر، بيتعلموا بيعملوا لنفسهم يعني تقديم عشان يقدر يقدم نفسه ويعملوا ابجريد تنميه القدرات وكده، هتتيح له فرصه تتناسب، فرصه عمل تتناسب والمهد بتاعه. كم انا سعيد بوجودي هنا. طبعا انا المركز له اهميه وله دورات كتيره جدا، منها الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي. طبعا القائمين من 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 هذا المنطلق، من القائمين على المركز الاستاذه الدكتوره سناء هارون من الناس اللي هم مديره المركز ومن الناس اللي هي اصلا لها نشاط بارز. الحاجه الثانيه، كنا بصدد ان احنا نكرم الابن الغالي اللي هو حاصل محمد حاصل اللي هو حاصل على المركز الاول في الثانويه العامه ادبي، وهو يعني خفيف ليه برضه ادينا له كمبيوتر بمشتملاته ببرامج خاصه لتعينه على الدراسه. واحنا الحمد لله يعني نامل ان هو ما يقفش بس يعني طالب عادي، انما ان شاء الله يبقى عضو زي ما هو قال كده ان هو ايه عايز يبقى عضو هيئه تدريس. جميع الاعاقات عندنا، احنا جميع الاعاقات، وبنهتم طبعا اهتمام خاص برضو بالمدارس. على سبيل المثال بيجي لنا الاولاد اللي هم في المدارس خصوصا الثانوي اللي يعني اللي هم مؤهلين لدخول الجامعه، يعني ضعاف في اللغه العربيه الى حد كبير، بنبتدي نعلمهم اللغه العربيه. الولاد اللي على وشك التخرج بنعلمهم ازاي يكتبوا السي في بتاعتهم، ازاي بنعمل تواصل مع المراكز والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه اللي ممكن تعينهم، بنعمل عمليه تواصل معاهم. وياما ناس كتير جدا من ولاد من عندنا يتعينوا في شركات لها علاقه بذوي الاحتياجات الخاصه. احنا بالفعل عندنا طابعه برايل للمكفوفين، ودي بنقدر ان احنا نطبع للطلاب المكفوفين المواد الدراسية بعد تحويلها للغة برايل على بتطبع على الطبعة. بالنسبة للصم عندنا الأجهزة المتطورة ان احنا بنقدر نسجل لهم المحاضرات او الدورات الخاصة بيهم عن طريق لغة الإشارة، عن طريق الانتر اكتف وايت بورد والفيديو كونفرنس وتسجيلها فيديو وعرضها ليهم تاني عن طريق السيرفر الخاص بالمركز. رايك ايه في التدريب اللي انت بتاخديه دلوقتي في المركز؟ تدربي الكمبيوتر بتستفاد تمام من الكمبيوتر وهي مبسوطه قوي. التدريب ده هيفيدها ازاي في انت بعد كده تتدربي ان شاء الله بعد كده في الشغل هيفيدك تمام؟ بعد كده ما تفهم ان شاء الله هتعلم بعد كده الطلبه كمان اللي زيها. بره الجامعه لا بيواجه صعوبات وفي مشاكل. ايه شكل صعوبات ايه؟ بره واجهه ايه؟ هو عشان التواصل مع الصم وكده تمام، لكن بره مع ناس بيتكلموا وفي صعوبات في التواصل. هو موضوع التخاطب لما يجي بعد كده يتكلم مع حد اصم تمام، لكن مع حد بيتكلم لازم يكتب له عشان يفهموه. فهو بيعلمه او بيتكلم معاه مع اللي بيسمع، بيكلمه واحده واحده عشان خاطر يسمعه، وهو بيساعده بلغه الاشاره عشان يفهمه. ايه الحاجه اللي كنت تتمنى تلاقيها في المركز وتتعلمها بس ما لقيتهاش؟ انت حضرتك شوف هنا ايه بس ما فيش هنا. انت كنت عايز تتعلم ايه وهنا ما فيش؟ اتمنى ايه تتعلم؟ الرسم. كنت اتمنى ان انت تتعلم برضه هنا رسم. ان شاء الله ان شاء الله نشوف لك بعد كده هنا رسم، كورسات رسم، تعلم رسم بحكم تخصص تربيه نوعيه بقى قسم فنيه.
هذا وقد قام دكتور أبو الغار بتكريم الطالب محمد عماد الدين محمد الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة وتسليمه جهاز لابتوب. الجدير بالذكر أن المركز يدرس مقترح لعقد دورات تدريبية متخصصة في برامج الجرافيك خلال الفترة القادمة.